وهذا سائل يسأل: هل يجوز أداء فريضة الحج عن والدتي التي توفيت وهي تاركة للصلاة، مع العلم أنها تركتها كسلا لا جحودا؟ الصحيح أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر ولو لم يتركها جحودا، ولو تركها كسلا وتهاونا، إذا تعمد تركها ومات على ذلك ولم يتب فإنه يكون كافرا، فلا يحج عنه ولا يدعى له، ما دامت أنها ماتت وهي تاركة للصلاة متعمدة لتركها فلا يصح الحج عنها. هذا هو الصحيح من قولي العلماء.